عناقيد الموز هذه هي الذهب الأخضر لأنغولا. أنغولا ثاني أكبر منتج للنفط في إفريقيا. عائدتها النفطية انقسمت على ثلاثة على الأقل خلال العامين الماضيين. لذا مستقبل البلد يكمن في تنويع موارده الاقتصادية وفي مقدمتها الزراعة. مصدر كبير للقهوة وقصب السكر والسيزال والموز في السبعينيات. الحرب الأهلية التي استمرت 27 عاماً دمرت إنتاجها الزراعي. لتنويع اقتصادها، أنغولا تستثمر في بعض من 58 مليون هكتار من الأراضي القابلة للري. الموز فيها احتل الصدارة. في العام الماضي أنغولا أنتجت حوالي 253 ألف طن من الموز واكتفت ذاتياً في الأسواق. نعتقد أن الموز هو الذهب الأخضر الآن بالنسبة لنا، ليس بالنسبة لقيمته التجارية فقط، بل ولقيمته الغذائية وعائدته الكبيرة للأسر. في الواقع الموز يساهم بشكل كبير في تنويع الاقتصاد، وهذا القطاع يعد مثالا جيدا. هنا في محيط كاكاكسيتو المروي الحجم السنوي لمبيعات الموز 100 مليون دولار تقريبا. الآن المشروع يكمن في تصدير الموز إلى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. لقد صدرنا بالفعل 10 أطنان في تشرين الأول أكتوبر. الحكومة تدعم القطاع الزراعي من خلال إنشاء معاهد التدريب وتطوير القروض الصغيرة وتمويل مشاريع الري مباشرة. لكن التحديات تواجه المزارع العائلية الصغيرة. أعمل هنا في الحقل حيث ننتج المواد الغذائية لنبيعها فيما بعد في السوق. الحكومة والجمعيات المحلية تساعد على جمع المحاصيل وتوزيعها. المنتوجات متوفرة في كثير من الأحيان في المحلات الكبيرة كما هنا في لواندا، حيث تشجيع الإنتاج المحلي. إنها تباع بأسعار معقولة للطبقة المتوسطة الناشئة، حتى إذا كان نصف الأنغوليين يعيشون بأقل من دولارين في اليوم. 35% من المبيعات تنتج هنا في أنغولا. بعض المزارعين لا ينتجون على الصعيد المحلي فحسب، بل وعلى الصعيد الدولي أيضا. هناك صادرات واضحة في السوق الإقليمية والإفريقية، ومؤشرات يتم تقييمها كل 6 أشهر، تشير أيضا إلى أن أنغولا يمكن أن تصبح دولة مصدرة، ليس للأسواق الإفريقية فحسب، بل ولجميع أنحاء العالم أيضا. الهدف هو جعل المعايير المحلية الحالية بمستوى المعايير الصحية الدولية، خاصة بالنسبة للشركات الأفريقية الصغيرة والمتوسطة. هذا هو حال شركة ريفرانغو. إنها ملتزمة بالمعايير العالمية، متخصصة في إنتاج وتوزيع المياه المعبئة والعصائر والمشروبات الغازية. مستوى الجودة ساعدنا، لأننا كنا الشركة الأولى لإنتاج الأغذية التي تحصل على مثل هذه الشهادات. حصلنا على شهادة إيزو 22000. مختبراتنا عملت كثيرا فحصلت على معايير السلامة الدولية. في آب 2015 تم استيراد 11 مليون بيضة، تم إتلافها في ميناء لواندا لأنه لا يلبي المعايير الجديدة للصحة الأنغولية والتي أصبحت أكثر صرامة. لا نتعامل مع الموضوع كمنتجين فقط، بل وخاصة كمستهلكين. الصحة العامة مهمة بالنسبة لنا كمستهلكين ومنتجين. مسؤوليتنا هي إبلاغ زبائننا بأن منتجات أنغولا تتمتع بنوعية عالية وأنها صالحة وموثوق بها. أنغولا حققت خطوات ملحوظة لتطوير البنية التحتية فيها على مدى العقد الماضي، لكنها تواصل مواجهة التحديات المتعلقة بالتوريد والخدمات اللوجستية والنقل التي تعرقل في نهاية المطاف تطوير الصناعة المحلية. أنغولا تتمتع بإمكانات اقتصادية واسعة. هل ستتمكن من تحويل اقتصادها إلى اقتصاد مستدام متنوع وتنافسي؟